وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تقيما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما نتابع مع حضراتكم الآن بعد أن فرغ من القراءة فضيلة الشيخ حجاج هنداوي، أرى الشيخ عبد الله خالد سلامة يقيم الشعائر. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
آية سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ عبد الله خالد سلامة مقيما للشعائر، وكان الشيخ حجاج هنداوي مقرئا. وبعد أن يفرغ الموجودون من أداء ركعتي السنة، يتفضل الشيخ الدكتور السيد عبد الباري بإلقاء خطبة الجمعة، والتي تتحدث عن منزلة الشهداء ودور الشهيد في حياتنا كي نصل إلى ما نحن عليه، وفضل الشهادة أيضا، ففضلها مذكور في القرآن، إذ قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة أعطيها ولو لم تصبه. فالشهيد يقدم حياته رخيصة في سبيل الله وسبيل وطنه وأهله، وهي أغلى ما يملك، ليحظى ويكافأ بأعلى المراتب في الجنة، ذلك الفوز العظيم. فالناس تموت والشهيد حي، يرزق عند مليك مقتدر. مقام الشهادة في سبيل الله هو مقام اصطفاء واجتباء. وكما نتابع مع حضراتكم الآن اعتلاء فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد الباري لدرجات المنبر ليلقى علينا خطبة الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فلكل أمة من الأمم أيامها التي تحتفي بها ولكل شعب من الشعوب ذكرياته التي يتوقف عندها وللأمة المصرية من الأيام والذكريات ما يفوق الحد والعد والوصف والتقدير ومن ذلك هذا اليوم الذي نحن بصدده الآن وهو الموسوم بيوم الشهيد وهو ولا شك يوم مجيد تحرص القوات المسلحة المصرية على إحياء ذكراه كل عام تخليداً وبراً ووفاءً لشهدائها الأبرار هذا من جهة ومن جهة أخرى تثقيفاً وتعليماً للناشئة من الصبيان والشباب على ما قدمه الأسلاف من الآباء والأجداد من تضحيات نادرة وبطولات عظيمة فداءً لهذا الدين والوطن عباد الله لقد أكرم الله تعالى الشهداء بأعلى المراتب وأرقاها وأغلى المنازل وأعلاها ولم لا والشهداء هم أنبل بني البشر بعد السادة الأنبياء والرسل قدموا النفس والنفيس قدموا الغالي والرخيص أرواحهم وأنفسهم فداءً لله تعالى ولدينه ولعباده وخلقه ولذا استحقوا التكريم الإلهي والثناء المحمدي استحقوا تكريم الله تعالى في قوله جل جلاله والشهداء عند ربهم انظر رعاك الله إلى قوله تعالى عند ربهم انظر المبنى وتذوق المعنى عند ربهم ولم يكن عند الله إلا أهل القرب على بساط القدس في ساحة الأنس من الملائكة العالين المقربين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فالشهداء عند ربهم كالملائكة المقربين العالين ثم هم في فرح دائم وسرور مستمر الشهداء لا يعتريهم الحزن أبدا ولا تأتيهم الكآبة أبدا بخلاف آحاد المؤمنين في الآخرة يسر بعمل أهله ويساء كذلك إذا بلغه السوء عن أهله أما الشهداء
فرح دائم، هناء وسرور، وسعادة وحبور. قال مولانا الكريم: فرحين بجملة حالية على الظرفية عند ربهم، فرحين في فرح دائم لا يعتريهم الحزن. وختمت الآية بقول الله الفائق الرائق اللائق: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شعارهم هذه الأنشودة العذبة الحلوة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هم في فرح دائم يا عباد الله بسبب استجابتهم وسرعة إنابتهم. قال الله في نعتهم ووصفهم: الذين استجابوا لله والرسول. سرعة استجابة مع التعب البدني والإرهاق النفسي، إلا أنهم استجابوا على الفور من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. عباد الله، بلغ الثناء بهم أن جعلهم الله تعالى أول زمرة تدخل الجنة. لا يخفى على شريف علم حضراتكم أن جنة الله تعالى يدخلها الصالحون زمرا، وفي القرآن سورة موسومة بالزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أول زمرة على سورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. قال النبي مطارحا ومساجلا أصحابه الكرام: أتدرون من أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون، الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. بسببهم كان الأمن على الثغور والحدود، لا يتسلل العدو إلينا، فنحن في أمان بسببهم، في طمأنينة بسببهم، في عيش رغد بسببهم. تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، لا نصاب في البوادي والحواضر والمدن والقرى بأي مكروه بسبب وقوف هؤلاء الأبطال الرجال. تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال الله لملائكته: يا ملائكتي إيتوهم فسلموا عليهم وحيوهم. تقول الملائكة: ربنا، على الاستفهام لا على الاستكبار، ربنا نحن خيرتك من خلقك، نحن سكان سماواتك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال سبحانه: مات أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع قضاءها، فتأتيهم الملائكة ويدخلون عليهم من كل باب ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكان من حاله الشريف وقوله المنيف صلى الله عليه وسلم أن يأتي كل عام إلى قبور الشهداء هو وأبو بكر وعمر، ويرفعون الأكف ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. فمدار الأمر على الصبر، لا فلاح ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر والمصابرة. فالشهادة يا عباد الله، وإن كانت فيضًا ربانيًا وكنزًا عرشيًا، إلا أنه فيض جود ممزوج
ببذل مجهود، فيض الجود ممزوج ببذل مجهود. فلولا صبر المقاتل في ساحة الوغى وميدان البطولة ما انتصر، لقد عرف خطاب المجد وعشاق المعالي وطلاب السيادة أن الرفعة في الدنيا كالفوز في الآخرة، ولا ينال ذلك إلا بركوب متن المشقات وتجرع غصص الآلام، ومن رام الطريق بلا مجاهدة فقد رام المحال، وبدون المحال لا يتم عمل ولا يتحقق أمل. ونكون كالذي قال لابن سيرين يوما: إني رأيتني في المنام أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح. قال ابن سيرين: هل يسبح الرجل في غير ماء؟ هل يطير بغير جناح؟ أنت رجل كثير الأماني، تحلم بما لا يقع وتتمنى ما لا يتحقق. وفي شعر الحكمة: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذا سار الإنسان بهذه العقيدة السرية صار الموت والحياة بالنسبة له سيان، إقدام أم إحجام، لا يؤخر ولا يقدم. شعاره يمره على صفحات قلبه ويجعله بين ناظريه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا. شعاره ما قاله علي رضي الله عنه يوم طعنه ابن ملجم وضربه في رأسه، فجعل الدم الأنور يسيل من الرأس الأطهر والمرتضى يمسحه بيده ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. شعارنا يا عباد الله ما ردده الشافعي رحمه الله: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. فعلى ما أذل للناس نفسي، وعلى ما أخشى زيدا وعمرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن السادة الخلفاء الأربعة الحنفاء، وعن العمين الكريمين والسبطين العلمين السعيدين، وعن خديجة الكبرى وفاطمة الزهرى وعائشة أم المؤمنين، وعن من حضرنا في المكان من ملك وإنس وجان. اللهم ارحم شهداءنا وأحلهم منك محل القرب والأنس يا رب العالمين، واخلفهم في أهليهم وذويهم بخير. اللهم كن لأهليهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم صن حدودنا واحفظ جنودنا وقادتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك السلامة والإسلام والأمن والإيمان والرضا والرضوان. اللهم قنا جميعا شر الفتن الحاطمة، اللهم قنا جميعا شر الفتن الحاطمة ببركة المصطفى والمرتضى والحسنين وفاطمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة. اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام ومنك سلام، تباركت وتعاليت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
وهكذا نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تأتي متواكبة مع الاحتفال بذكرى الشهيد والمحارب القديم، وهو يوم 9 مارس من كل عام، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في هذا اليوم 9 مارس عام 1969 على جبهة القتال. إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر دور الشهداء وتضحياتهم الوطنية من واقع توجيهاته المستمرة برعاية أسرهم والتذكير بمسيرتهم التي نستلهم منها المجد والتضحية، فتحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم وأرواحهم من أجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة بين الأمم. تحدث فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الباري السيد عبد الباري خطيبا في خطبة اليوم عن فضل الشهادة وأهميتها.